للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، برحب بحضرتك. والتغير الواضح في مواقف الدول الغربية والذي جاء نتيجة للضغط المصري والسياسة المصرية التي سعت منذ اللحظة الأولى للعدوان على إيلاء الجانب الإنساني ربما عبر مسارات متعددة، سواء كانت الدبلوماسية أو الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف، كيف ترى ذلك؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة دارين، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا مصر هي حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مصر هي حائط الصد الأول في عدم نجاح إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية أو إفراغها من مضمونها. مصر منذ اللحظة الأولى تحركت في هذا الاتجاه من خلال العمل على حلحلة المشهد المعقد والمرتبك الذي نتج بعد أحداث 7 أكتوبر. تحركت الدولة المصرية على كافة المحاور والاتجاهات، سواء إنسانيا دبلوماسيا سياسيا إنسانيا، في إطار حرصها على إيصال كافة أوجه المساعدات والعمل على كسر الحصار على قطاع غزة. نجحت الدولة المصرية في تغيير ولو بشكل نوعي وجهة النظر الدولية التي كانت دائما وأبدا ما تميل أو تقف إلى جانب إسرائيل وبشكل فج دون أن يكون هناك مراعاة، ولكن الدولة المصرية من خلال دبلوماسيتها الرشيدة والحكيمة والواعية نجحت في تغيير نظرة المجتمع الدولي، وأصبح المجتمع الدولي ينظر إلى القضية الفلسطينية بأنه لا حل لهذه القضية في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وهذا اللي أكد عليه كل قادة الدول أن إسرائيل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية. يعني منذ أول أمس كان في مقال للرئيس الأمريكي في الواشنطن بوست، وأشار بشكل واضح أنه لا حل في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين. يعني حتى رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارتها الأخيرة للقاهرة أكدت على نفس رؤية الدولة المصرية، وبأن الدولة المصرية ومن خلال حكمتها ورشدها سعت وبكل قوة إلى إيجاد مواقف دولية متوازنة، ونجحت في إعادة التوازن مرة أخرى للموقف الدولي. طيب دكتور حامد، عذرا للمقاطعة، ولكن إذا ما كانت هذه هي القناعة الأمريكية في الوقت الحالي، لماذا لا يتم الضغط على الجانب الإسرائيلي، خاصة وأن للولايات المتحدة من الرصيد ما يكفي لدى إسرائيل لإيقافها عن ما يحدث؟ أتفق مع حضرتك جدا، هذه بالفعل نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أنها حتى هذه اللحظة وعلى مدار أكثر من 45 يوم لم تنجح في وقف إطلاق النار، ولكن هناك عوامل كثيرة تجعل يد الإدارة الأمريكية مغلولة عن الضغط على نتنياهو. وأولى هذه النقاط أن نتنياهو يعلم أنه بانتهاء هذه الحرب تكون نهايته قد كتبت أيضا، وبالتالي هو وحكمته يسعون وبشكل واضح إلى إطالة أمد الصراع، إلى عدم إيجاد توافقات حقيقية. حتى نتحدث الآن عن صفقة هدنة وأسرى تبادل محتجزين بين الطرفين، نجد أن هناك تباين في الموقف الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي، هناك نوع من أنواع التشتت، هناك من يدعم هذه الصفقة وهناك من يرفضها، في ظل أننا نرى وبشكل كبير أن هناك حالة من اللغط وحالة من التجاذبات السياسية الداخلية، وكل طرف يريد أن يحقق مصالحه في إسرائيل على حساب مصلحة إسرائيل نفسها. وحتى الإدارة الأمريكية يعني أعلنت، يعني كان في إعلان منذ حوالي أسبوع تحديدا، وقالت أن هناك هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات، وبعدها مباشرة خرجت إسرائيل ونفت وجود أي هدنة. وبالتالي أرى أنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية الآن تدعم إسرائيل، ولكنها مختلفة اختلاف كامل مع من يدير إسرائيل، لأن إدارتهم لإسرائيل ما أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال لا تريد توسعة الصراع. طيب عند هذه النقطة دكتور حامد، يعني إذا ما توقف الصراع وإذا ما توقف العدوان، ما الذي سيضير إسرائيل؟
من سيدير إسرائيل؟ أولا من يحكم إسرائيل؟ يعني قولا واحدا هناك تزايد كبير في أعداد المحتجين تجاه حكومة نتنياهو. حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب كان في أكثر من 30 أسبوع من الاحتجاجات المتتالية على التعديلات القضائية، ولكن بعد هذه الحرب فقدت إسرائيل هيبتها، فقدت كبريائها المزعوم، فقدت قوة جيشها المزعومة أيضا، لأن حدث 7 أكتوبر أحدث زلزالا قويا في إسرائيل وأظهر أنها دولة هشة غير قادرة على حماية نفسها، في إطار أن إسرائيل دائما وأبدا تنظر للأمور بنظرة أمنية بحتة. ولكن بعد هذه الأحداث فقد حتى يعني الأجهزة الاستخباراتية الأمنية الإسرائيلية فقدت قوتها وأظهرت أنها غير قادرة على مواجهة مقاومة، لأن هذا الحدث وإن كان هو نجاحا عسكريا حدث 7 أكتوبر ولكنه فشل استخباراتي كبير لدولة إسرائيل، وبالتالي توقف الحرب الآن يجعل الموقف في إسرائيل يتغير بشكل كبير، وهو ما يجعل هناك مماطلة في إتمام صفقة تبادل الأسرى، ما يجعل هناك مماطلة في وجود اختلافات حقيقية بين قادة الجيش سواء بني جاد أو جالنت في ناحية ونتنياهو وبنغفير وسموتريتش في ناحية أخرى، وأصبح هناك تفتت وتشتت في الموقف الإسرائيلي الذي لم يصبح على قلب رجل واحد، وبالتالي ضغوط حقيقية أيضا في ملف الأسرى. يعني كما حضرتك يعني في بداية هذه الأحداث أستاذ دارين كنا نشهد أن نتنياهو يقول بالحرف الواحد أنه غير مهتم بالأسرى وغير مهتم بالمحتجزين ولا يسعى إلى إتمام الأسرى، ومن الممكن أن يعتبرهم من المفقودين أيضا، ولكن الآن الموقف تغير بشكل كبير وأصبح هناك اهتمام متزايد بإتمام صفقة الأسرى، وده اللي يؤدي وبشكل كبير إلى أن الأوضاع في إسرائيل غير مستقرة. نعم، إذا ما استمر هذا عدم الاستقرار وإذا استمر هذا التخبط بين قادة إسرائيل وقادة الحكومة الإسرائيلية، برأيك ما هو المستقبل الذي ينتظر غزة في حال استمرار هذا التخبط؟ أرى في أي حال من الأحوال أن إطالة هذه المعركة بشكل كبير حتى وإن كانت تخدم نتنياهو مؤقتا وحكومته ولكنها لن تخدم إسرائيل، فتكون هناك ضغوط حقيقية أكبر وأكبر من المجتمع الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذه الضغوط ستحقق انفراجة في المشهد المعقد اللي يسعى سواء الإدارة الأمريكية في ظل ان احنا شاهدنا يعني تحركات ماكوكية نتجت عن القمة العربية الإسلامية، يعني شاهدنا بالأمس وفد اللجنة الوزارية العربية انطلق الى الصين ثم بعد ذلك سينطلق الى موسكو باعتبارهم دول فاعلة في مجلس الأمن الدولي، هناك تغيرات وبالتالي ستفقد الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من رصدها لدى الدول العربية باعتبارهم شركاء استراتيجيين مهمين للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا أن الرئيس بايدن أيضا بدأ يفقد شعبيته بشكل كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أن احنا مقدمين على انتخابات رئاسية قادمة، في ظل وجود 5 ولايات متأرجحة بيتحكم فيهم المجتمع العربي والإسلامي، هذه 5 ولايات تقدر بحوالي 75 صوت من عدد أعضاء المجمع الانتخابي اللي بيتكون من 538 صوت من الولايات المختلفة، وبالتالي فقد هذه النسبة هي 75 صوت سيؤثر بما لا يدع مجال للشك على حظوظ الرئيس بايدن في بالفوز في انتخابات رئاسية أمريكية قادمة. نعم، هناك العديد من التساؤلات التي تجول بأذهان العامة حول العالم، يعني يتحدث البعض الآن عن إطالة أمد هذه الحرب ومتى ستنتهي هذه الحرب ولماذا لا تتوقف الحرب، هل هناك أي بارقة أمل في الأفق في الوقت الراهن تدل على التوقف لهذا العدوان في المستقبل القريب؟ يعني كما أشارت الكثير من التقارير أن هناك ضغوط أمريكية كبيرة على نتنياهو لكي تتوقف هذه الآلة العسكرية الغاشمة الإسرائيلية بشكل واضح، وهناك ضغوط لكي تتوقف هذه الآلة في غضون أسبوع على أكثر تقدير، في ظل أن احنا بنتحدث الآن عن جهود مصرية حثيثة ودؤوبة بتلعبها الدولة المصرية في إطار هندسة هدنة وصفقة في ذات الوقت، وهذه لن تحدث من فراغ ولكنها أتت بالتشاور مع شركائها الإقليميين كالشريك القطري، وكان في زيارة مهمة لأمير قطر وأيضا لوفد حماس إلى القاهرة،
ثم بعد ذلك اتصالات ومشاركات مصرية مهمة مع الجانب الأمريكي ومع الجانب القطري، وده بيؤدي وبشكل كبير إلى إحداث انفراجة في المشهد. وبالتالي أرى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بأن تكون في كفة واحدة مع نتنياهو في الفترة القادمة، لأن استمرار الإدارة الأمريكية في التعاطي في القضية الفلسطينية بهذا الشكل يجعل الإدارة الأمريكية هي أكبر الخاسرين ومعها إسرائيل. وبالتالي أرى أن الفترة القادمة ستشهد ضغوط حقيقية سواء من الاتحاد الأوروبي، وأيضا لابد أن أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يخرج من العباءة الأمريكية نوعا ما، وبدأ يصبح له صوت خاصة بعد زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي والاتفاق سويا على تنفيذ مبدأ حل الدولتين وثوابت القضية الفلسطينية ورفض التهجير. وده أكد عليه الرئيس بايدن في اجتماعات الاتحاد الأوروبي وتبنى التردية المصرية ووجهة النظر المصرية، وحتى المستشار الألماني حتى وإن كان هناك مواقف ألمانية داعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه بدأ أيضا يغير من لهجته في الجزئية الخاصة بتسليح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وقال أن على إسرائيل أن تتوقف عن هذا بشكل واضح. وبالتالي أرى أن المواقف الغربية وإن كانت متأخرة ولكنها بدأت تتجه إلى الاتجاه الصحيح في السير ناحية الدولة المصرية والسردية المصرية الداعمة لاستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن مصر هي رافعة السلام والاستقرار في المنطقة. ربما استطاعت مصر أن توصل الصورة بشكل صحيح إلى الغرب، وكان نتيجة ذلك هو التغير الذي أشرت إليه في المواقف الغربية. ده حقيقي، مصر تحركت على كافة المحاور منذ اليوم الأول، ولا يمكن أبدا أن ننكر في مثل هذه الأحداث الجسيمة والكبيرة أن مصر أول من دعت إلى مؤتمر القاهرة للسلام وخرج ببيان مشترك من 9 دول، 6 دول خليجية بالإضافة إلى مصر والأردن والمغرب، وأكد بشكل واضح على رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، على رفض تصفية القضية الفلسطينية، على ثوابت الدولة المصرية والدول العربية على أنه لابد من تنفيذ مبدأ حل الدولتين طبقا لاتفاقية السلام العربية اللي تم إقرارها في بيروت في العام 2002. وانسجم هذا الموقف العربي بعد ذلك، وكانت قمة القاهرة هي النواة التي تم البناء عليها للقمة العربية الإسلامية اللي شارك فيها أكثر من 57 دولة وفوا عربية أو إسلامية يمثلوا ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخرجت أيضا بقرارات صارمة برفض التهجير القسري لأشقائنا في فلسطين. وبالتالي المواقف العربية والإسلامية أظهرت أن هناك ظهير حقيقي يدعم القضية الفلسطينية، وهو ما جعل أيضا الدول الكبرى تريد ألا تفقد يعني علاقات قوية واستراتيجية مع أكثر من 57 دولة عربية أو إسلامية، وده يؤثر لإحداث انفراجة حقيقية في المشهد في ظل أن احنا من أهم مخرجات هذه القمة التحركات العربية الوزارية التي انطلقت إلى العواصم المهمة في العالم لتحقيق انفراجة في المشهد المرتبك والمعقد، والضغط على إسرائيل لإيجاد وقف إطلاق نار دائم وتثبيت وقف إطلاق النار، انطلاقا لعقد مؤتمر دولي للسلام، انطلاقا لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة وبنائها من جديد، كلها يعني من الأهداف السامية للدولة المصرية، وتضغط من خلالها للعمل على أن تتبنى الدول الكبرى نفس هذا النهج المتوازن الذي يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.